طيب الحقيقة أنا خلوني أرحب الأول بضيفي عبر سكايب بالدكتور أسامة رشدي، مساعد رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية. دكتور أسامة أهلا بك معنا في إيه الحكاية؟ تحياتي لحضرتك يا أستاذة دعاء وللمشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك يا دكتور أسامة. دكتور أسامة، حضرتك هل استمعت إلى بعض التصريحات اللي خرجت من الأستاذ المحامي عصام شيحة وهو أحد أعضاء حزب الوفد البارزين، واللي اتكلم الحقيقة عن انغلاق المجال السياسي في مصر منذ أكثر من 8 سنوات، واتكلم على ضرورة الإصلاح السياسي، رأي حضرتك إيه في هذه التصريحات؟ طبعا بالتأكيد نتفق معها أن هناك إغلاق تام للمجال السياسي وتكميم للأفواه وتعطيل للدستور وتعطيل لمنظومة القيم، يعني منظومة الحقوق والحريات، سواء كان منصوص عليها في القوانين المصرية ولا في الدستور ولا حتى في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان اللي هي جزء أيضا من القانون المصري. وبالتالي هذا الكلام ليس بجديد، يعني ليس تشخيصا جديدا، ولكن ربما لا اتفق مع ما قاله الاستاذ عصام لما بيقول والله انفتح السقف اهو. احنا ما شفناش سقف اتفتح، احنا لسه شايفين مناورات باسم الحوار، انما ما نراه في على ارض الواقع هو لا يزال احكام دائره ومحاكمات عبثيه واهدار لكل ضمانات الحقوق والحريات. لما يسجن الرئيس حزب سياسي لانه يدلي براي سياسي، فماذا تبقى يعني؟ لما يسجن اعلامي 15 سنه لانه اجرى حوارا اعلاميا، يعني هذا الدستور بتاع مصر كله بات في خبر كان. هذا النظام القى بهذا الدستور في سله القمامه ويحكم الآن بالحديد والنار، ويحكم الآن بشرعة الغاب. وبالتالي الـ 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 القصة هنا معروفة، من الذي عليه أن يعيد الأمور إلى نصابها الآن؟ من الذي عليه أن يعيد الاحترام لحقوق المصريين وحرياتهم؟ من الذي عليه أن يطبق مواد الدستور ولا يتلاعب بها ولا يعطلها؟ لا، نحن جميعا لا يجب أن نغفل عن المسؤول الوحيد عن هذه الحالة، وموضوع الحبس الاحتياطي واللي هو أصبح بديلا لقانون الطوارئ والاعتقال الإداري الذي مارسه مبارك طوال حكمه، كان يمارس تحت ذريعة الطوارئ وبتطبيق القانون 162 لسنة 58 الخاص بحالة الطوارئ، كان يتوسع في قضية الاعتقال الإداري وتكرار الاعتقال الإداري. جه السيسي زعم ان احنا يعني خلصنا قانون الطوارئ، انما خلق دائرة في النيابة العامة هي خارجة بالكلية عن القانون، واصبحت تمدد الحبس وتعيد تدوير المتهمين على قضايا وهمية، ومنهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، اللي اعتقل في يناير 19 وظل محبوسا احتياطيا ويتم تدويره من قضيه الى قضيه. ثالث قضيه في يناير 22 التي احالوها لمحكمه استثنائيه، محكمه امن دوله عليا طوارئ، التي اصدرت عليه الحكم قبل ايام بالسجن 4 سنوات. لماذا يسجن 4 سنوات؟ كل جريمة المهندس يحيى ان هو كتب مقالات، ان هو عبر عن رأيه بكل سلمية وبكل احترام، وان هو كان يعني له نشاط فيما يتعلق بالحركة المدنية. هي حالة المهندس حسين يا دكتور لو حضرتك تسمح لي، هي موجودة كتير، احنا عندنا آلاف داخل المعتقلات، الحالة متشابهة بشكل كبير، الجريمة بتاعتهم مقالة أو شير لبوست حتى، يعني علاء عبد الفتاح لمجرد أنه عمل ريتويت لواحد كان بيفضح التعامل داخل السجن، مش أنه كتب بقى، ده عمل ريتويت فقط لا غير. فإحنا الحقيقة عندنا آلاف. طب هل حضرتك شايف أن ما يحدث الآن من النظام، يعني أنا حاسة وكأن النظام بدأ يتعامل بمنطلق أو منطق العصا والجزرة، يعني أنه
نرى أشياء، أن مثلا نحن ندعو للحوار ونجد بعض الدعوات بدأت تخرج لأسماء الحقيقة غريبة على الواحد، أول مرة نسمع عنها، لا نعرف من هي، لا نعرف توجهها حتى السياسي إلى أين، وفي نفس الوقت يتجاهل بعض الشخصيات الهامة والبارزة حتى في الداخل المصري. يعني أنا صعقت أن في أسماء سياسية كبيرة ما كانش عندي أدنى شك أنها تكون موجودة في الحوار وعلى أول المدعوين، لم تتلقى دعوة حتى الآن، ونجد رأفت صليب اللي حتى الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية تجهل الرجل تماماً. فحضرتك شايف إيه؟ يعمل مجموعة من الإفراجات الصغيرة ونتمنى تبقى مستمرة حتى ولو صغيرة، وفي نفس الوقت أحكام جائرة على شخصيات كنا نتوقع إنها هيشملها العفو الرئاسي. بص يا أستاذة، طبعا موضوع الحوار ده والحلول السياسية نحن نتمنى بالتأكيد ذلك، ولكن هذا لا يزال حلم بعيد المنال. لا توجد أي أرضية ولا أساس للحوار، هي مناورة سياسية ليست أكثر حتى الآن. وهذا الرجل يخرج علينا ليقول أنا النمرود ابن كوش، أنا أحيي وأميت، أنا اللي هعتقل الناس ظلم وهمدد لها الاعتقال ظلم وحل المحاكم ظالمة وأصدر عليها أحكام جائرة وبعد كده ممكن أعفو عنها. هذه هي الرسالة التي يريد أن يوصلها إلينا، لكن الحقيقة نحن لن نشتري أوهاما. لا يوجد لا حوار حتى الآن ولا توجد إرادة سياسية لأن تكون هناك يعني خطوات لإنهاء هذه الحالة العبثية وهذه الدائرة الجهنمية التي يعيش فيها المصريين الآن. هناك الآلاف من الرهائن الذين يختطفون والذين يحبسون بدون أي اتهامات. نحن نتكلم عن يعني مظالم ضخمة لم تشهدها مصر في تاريخها، وبالتالي أنا أعتقد أن الخطوة الأساسية والخطوة الأولى التي ينبغي أن يبرهن بها هذا النظام على أي نوع من أنواع التوجه الجديد حتى يقنع الشعب، لابد أن هو تكون هناك مقدمات وتكون هناك أجواء بالفعل يستشعر بها المصريين أن هناك بالفعل سياسة جديدة أو رؤية جديدة أو باب جديد قد فتح. أما حتى الآن ففي تقديري مع كامل الاحترام لآراء الجميع أننا أمام مناورات سياسية مقصود بها تصدير بعض الصورة للخارج للحصول على مصالح وعلى بعض الاستحقاقات التي تتعلق بعلاقاته مع بعض الأطراف الدولية، إنما لا توجد إرادة سياسية حقيقية حتى الآن، لا لإنهاء إصلاح القوانين اللي هم أفسدوها بمراسيم بعد الانقلاب ومنها قوانين الحبس الاحتياطي التي فتحت الباب، ولا حتى إصلاح نظام النيابة العامة وجعله بالفعل نيابة عامة تدافع عن الشعب وليست جلادا يمسك بصوت النظام ليجلد ظهور الشعب. هذه النيابة العامة لا تمت للنيابة بصلة، هذه مجموعة أوجدوها لتلفيق القوانين وتلفيق القضايا للناس، أن يعاد الاعتبار للقضاء المصري، أن تنظر القضايا أمام قضاء طبيعي، والقضاء الطبيعي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وكما نعرفه ويعرفه الجميع ليست الدوائر المنتقاة التي يتم اختيار بعض الأشخاص اللي نعرف خلفيتهم إيه لكي يقوموا بفبركة الأحكام وإصدار أحكام عبثية أصبحت يعني تشكل إهانة للقضاء المصري ولتاريخه. وبالتالي علينا أن احنا الطريق واضح يا أستاذة، من أراد أن يصلح عليه أن يعيد بالفعل الحقوق إلى نصابها ويترك هذا المسار الاستبدادي وهذا المسار الانتقامي من ثورة يناير ومن شركاء يناير على مختلف توجهاتهم.
كيف ستتعامل المعارضة مع المناورات التي تقوم بها الحكومة في مسألة الحوار الوطني، خاصة أن يعني نقدر نقول أن المعارضة المصرية اللي في الخارج طبعا، لأن أنا ما يعني المعارضة اللي في الداخل يعني وضعها مختلف كتير عن اللي في الخارج، قالت أن هي مش رافضة الحوار لكن في ضوابط للمشاركة في الحوار مع المناورات زي ما حضرتك ذكرت اللي عمال يستخدمها النظام. كيف ستتعامل المعارضة مع هذه المناورات ورغبتها في المشاركة في الحوار أو فرض رأيها في الحوار؟ بلاش رغبتها في المشاركة عشان يعني أهل الشر بيحرفوا في الكلمات، قد ما هو فرض رأيها المعارضة المصرية والمصريين في الخارج. احنا بنتكلم في 10% من سكان مصر يجب أن يكونوا ممثلين داخل الحوار من خلال أسماء معروفة ومعلومة للجميع وأسماء معتبرة عند كثير من الشخصيات السياسية في الداخل وليست أسماء وهمية. يعني حضرتك طبعا احنا في اتحاد القوى الوطنية المصرية أصدرنا وثيقة، يعني أصدرها الدكتور أيمن نور قبل أيام، وهي وثيقة كبيرة تشرح قضية الحوار وتضع الكثير من الضوابط ما قبل الحوار وأثناء الحوار وما بعد الحوار. وبالتالي نحن لسنا لا ننطلق من مواقف خشبية جامدة، ولكن في نفس الوقت نحن لا نشتري الوهم ولا نقبل بهذا وهذه الشعارات الجوفاء التي لا نرى لها أي أرضية على أو أي تطبيق على أرض الواقع. وبالتالي نحن سنظل منفتحين على قضية الحوار كعمل إنساني، يعني ندرك أن أي صراع في الدنيا لن ينتهي إلا بحلول سياسية، لكن ما هو مطروح الآن لم يدعى لا حد في الخارج، وزي ما احنا شايفين هو حوار إقصائي وفي عنصرية في الحديث عن الآخر، وفي ناس لا يزال تلعب على وتر الانقسام والتفتيت والتشتيت ولا يكون أي رؤية لمستقبل مصر تتعلق بإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية المصرية وإعادة الاعتبار للقيم التي حلم بها الشعب المصري في ثورة يناير لما طلع عشان يحقق العيش، وهو الكفاية الاقتصادية والحرية هي الحريات السياسية والمدنية والكرامة الإنسانية، وهي تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته. وبالتالي لا نزال نتعلق بتحقيق هذه الأهداف، ما لم تتحقق هذه الأهداف سنظل نعمل ونقاوم ونعارض هذه الفاشية وهذا الاستبداد وهذا الظلم الذي استشرى في ربوع مصر. دكتور أسامة رشدي المساعد الأول لرئيس اتحاد القوى الوطنية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا، وأكيد مستمرين لآخر نفس لحين أن تعود مصر كما كنا نتمنى أو كما كانت في 2011 إن شاء الله. شكرا لحضرتك شكرا جزيلا مرة تانية. بشكر الدكتور أسامة رشدي المساعد الأول لرئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية.